النهارده الدكتور مفيد شهاب كان في لقاء مع طلاب الفوج الثاني لطلاب الجامعات المصريه بالاسكندريه. الدكتور مفيد شهاب كان بيتكلم عن قضيه الراحل خالد سعيد، خالد سعيد شاب الاسكندريه الذي مات في ظروف حتى الان لم تحسم، طالما المسائل امام النيابه، لان في اطراف عديده بتقول انه قتل والنيابه قالت انه تعذب، انه لقى تعذيبه. بس انا عايز اقول حاجه في الموضوع ده، بس لما اقول لكم الدكتور مفيد قال ايه؟ قال ان اللي حصل ده ليس ظاهره وليس ناتجا عن سياسه وضعتها الدوله لتعذيب المواطنين، تمام، ولكنه ناتج من تصرفات فرديه، حتى لو كترت تصرفات فرديه والدوله لا تسامح فيها، تمام، لانها تخالف القانون. كما اكد ان وقوع اي اعتداء على احد المواطنين داخل قسم الشرطه، الجمله اللي بعديها، او حدوث تلاعب بدائره انتخابيه هي امور فرديه. تعال نفصل، يعني خلوا الدائره الانتخابيه دي موضوع تاني، لانها مش دايره ومش حاله فرديه ومش حاله استثنائيه. اعتداء شرطه وبعض الافراد ماشي، حاله استثنائيه وان كانت تقررت في السنوات الاخيره بشكل بقى لافت، لان ما كناش بنسمع عنها خالص، ربما كانت بتحصل والاعلام ما يعرفش، وربما ما كانتش بتحصل، او كانت المعامله افضل للمواطنين العاديين. خالد سعيد انا كنت اتكلمت فيه من اول مره حصل الكلام وحصل لبس، عايز اكمل فيه واقول احنا قلنا لو ثبت ان حصل اعتداء عليه لابد ان تكون هناك قرارات حاسمه ويتحكموا محاكمه علنيه وياخدوا اقصى عقاب. بس انا عايز كمان اناشد السيد وزير الداخليه ان العقاب مش للاثنين، الاثنين بس مش كفايه. رئيس المباحث اللي دفعت عنه ودافعت عنه وما زلت ادافع عن حقه في ان الفيلم اللي اتقدم، الراجل ده كان قابض على قضيه مخدرات، ماشي ما ينفعش الاستخدام دي قصاد دي، لكن ما ينفعش كمان يتستر على ناس عنده، ما ينفعش يكون لان هو كده شريك في هذه الجريمه. ان تقدم معلومات الى وزاره الداخليه فيخرج بيان به مغالطات واخطاء بين من تحقيقات النيابه، انا قريت تحقيقات النيابه بصراحه يعني تألمت جدا لما سمعت اوصاف الاعتداء والضرب اللي تم على هذا الشاب قبل ما يموت، شيء غير انساني. انا بعتذر اذا كنت جرحت مشاعر اسرته في وقت من الاوقات، لان الناس اللي بيوصفوا الالم والعذاب اللي تعذبوا ما كانش لها معنى في الدنيا يعني، ومش مش ليست وسيله للقبض على واحد حتى ولو كان مطلوبا، وهو لم يكن زي ما النيابه قالت انه ما كانش مطلوب، واجراءات الطعن على اي حكم درجه اولى حكم غيابي معروفه ويروح، واذا ما راحش هو المسؤول وهيبقى حكم يفضل مده اذا اتمسك في اي وقت هينفذ السقط مده الطعن على الحكم، لكن لا يوجد اي مبرر اطلاقا. لو فاكرين انا قلت لو ثبت انه تم الاعتداء عليه، لا نجيب من مدير الامن، نجيب من اكبر راس في هذه المحافظه، ولازم وزاره الداخليه تراجع الاوراق اللي جات لها من مسؤوليه عشان تقول لهم لا ما حصلش حاجه وبلع اللفافه وما اتضربش ومحدش لمسه وقالوا تعالى يا حبيبي. كل الكلام ده احنا اللي طالبنا ان احنا ننتظر تحقيقات النيابه لحد ما تبان الحقيقه، وتحقيقات النيابه اللي احالت الاثنين لمحكمه الجنايات لابد ان وزاره الداخليه كمان تؤكد زي ما احنا بنثق فيها انها امينه على هذا الشعب، ان المساله مش اثنين مخبرين شرطه ولا امناء شرطه ورقباء شرطه اعتدوا على مواطن لحد الموت، ولكن هي القضيه انهم اعتدوا وكذبوا ومارسوا سلوك الضابط اللي يخبي حاجه زي دي ومفتشه ومدير مباحث ومدير امن اللي كتبوا تقارير وضللوا وزاره الداخليه في القاهره، دول يستحقهم ايضا، لان دي ثقافه، واللي يخطئ رب الدار هو المسؤول من فوق مش من تحت، لابد ان يكون العقاب من اكبر راس.